عندما يشعر المريض ببداية ظهور الأعراض المشابهة للإصابة بفيروس كورونا، يتوجه للمؤسسة الاستشفائية ليقوم الطبيب بفحصه، سواء يصف الطبيب له دواءً أو يوجهه لإجراء التحاليل. تؤخذ عينات عبر الأنف من نسيج الخلايا الداخلية أو من البلعوم. توضع العينة داخل أنبوب يغلف بإحكام ويحفظ في ثلاجة مع احترام درجة حفظ العينة. يتم ملء استمارة المعلومات المرافقة للعينة وترسل إلى مخبر عمومي أو خاص لإجراء التحاليل. بعد ذلك يعد تقرير مفصل يؤكده طبيب مختص في الميكروبيولوجيا، ويرسل التقرير للمؤسسة الاستشفائية لمباشرة العلاج في حال الإصابة، وتقرير آخر لوزارة الصحة. المؤسسة الاستشفائية بدورها تلتزم بإعطاء المعلومات لوزارة الصحة لتنشر هذه الأخيرة بياناً حول الوضعية الوبائية لفيروس كورونا.